السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي، أهلا بكم في مادة اللغة العربية. النهاردة هناخد حرف الخاء. هناخد النهاردة مع بعض حرف الخاء. نتعرف الأول على شكل حرف الخاء. هنا حرف الخاء في أول الكلمة بيكون ليه ذراع واحد فقط لكي يتصل بالحرف الذي يليه، مثل كلمة خضراء. نجد هنا أن حرف الخاء ليه ذراع واحد فقط متصل به بحرف الضاد، عشان كده حرف الخاء لما يجي في أول الكلمة بيكون ليه ذراع واحد فقط، بيكون ليه ذراع واحد فقط لكي يتصل بالحرف الذي يليه. طيب شكل حرف الخاء في وسط الكلمة بيكون ليه ذراعين لأنه هيتصل بحرفين. حرف فلقد علمت.